بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أنبياء ورسل المولى الكرام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها عاجلا، مش يرخوا شوية يعطيوا شوية من ما اكتنزوا من أموال حرام، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. بقى يتحسروا كيف احنا نموت بيعتنا نكوموا ونراكموا غلال، وهي غلال محرمة، أعمالنا أعمال اللئام. قال فسينفقون كما وقع القريش، ما أنفقت أموال وربما من تحت رأس الصهاينة في ذلك الزمان، نفقوا وعملوا إعلام قوي وإعلام على مساحة كبيرة في شبه جزيرة الكرب وانت ماشي، وبعد شكون يعني محصل قدر من لن يحصلوا ما كانوا مقتنعين بتحصيله. كانت حكاية الربر دو الغزوة، الجروند غزوة كبرى، جروند كبرى، بدر الكبرى، وقتها ندموا على ما كيفاش فياو ما اكنزوه طوال عقود وقرون، وخرجت من اليوم فاصبحوا ايديهم خاوية ومقطوعة ورقابهم مقطوعة ورؤوسهم الظالمة المطمورة في فوس كومون في القليب. أرجو لتاريخ غزوة البدر الكبرى تعلموا، زيدوا تعلموا ماذا قصده المولى، من جمل ما قصده بهذه الكلمة حسرة، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سيرو باتيو سيرمو باسكو ديو فالور انفليجي ان كو دو، ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. وفي نهاية المطاف اللي كفر وين مش ترسيلو في جهنم يحشر بعد البعض، يحشر ويحاسب، والحكم الرباني اللي لا ينسى ولا يغلط سبحانه وتعالى يشيحهم جهنم شكرا، والبحر البحر الجهنمية، والسلام علينا بالكلية.